شوف شوف هذه نار في الجليد وهي عباره عن واحد النار كتشد في الثلج. شفت فيه على العافيه تقدر تشد في الثلج او لا؟ فقلت نجرب معكم غنشد الماء غادي نخلط معاه شي ماده قابله للاشتعال وغادي نديرو حتى غادي يجمد ومن بعد غنشعل فيه العافيه. وايلي زعما تصدق نجربوها وعلى على بركه الله علينا جوج لتر ديال الماء، واحد من هادو غنخلط معاه الكور والثاني غنخلط معاه جوبيتر على ما كنظن واقع له هذا القابل ديالو للاشتعال اكثر من هذا. اللي غادي ندير دابا هو اني ناخذ واحد الميكا غنخوي فيها هذا الماء هذا وغادي نزيد عليه دابا الكور. غادي نشوفوا، شوف اللون ديالو ولا بيض بحال اللبن، ديك ما كيزوروا اللبن بحال هكا. المهم هذه الكميه هذه راه قابله للاشتعال وفايته لجهه اخرى. دابا اللي غادي ندير هو اني غنسد هذه الميكا هذه. الميكا سخنات، الماء سخن وحق الله، الله سخن بلا ما نشعل فيه لا عافيه لا والو. وغادي نتبع نفس الطريقه مع هاد الجوبيتر هذا. الريحه ديالهم صراحه دوخاتني وليت سكران طايح في الدروج. في رمضان غادي نشد دابا هاد الجوج هادو غادي ندخلهم للفريكو حتى غيتمدوا، من بعد غنشعل فيهم العافيه نشوف واش غتشعل العافيه في الجريد اولا لا. وداك الساعه الا ما شعلاتش غادي نشد عاوتاني الكول اولا الجوبيتر وغادي نخويه من فوق منه وغنشعل فيه العافيه ونشوف شحال المده اللي غتبقى شاده العافيه في هذاك الجريد. يعني غادي نجربوها على جوج ديال الحالات وبجوج ديال الطرق مختلفه. 48 hours later على بركه الله دازت 48 ساعه وما في الثلاجه. علاش خليت 48 ساعه؟ لحقاش هذه اللي فيها الماء ولا الكول ما بغاتش تجمد. شوف باقا جاريه فيها واحد شويه ديال الثلج ما بغاتش تجمد. ودات واحده اخرى فيها غير الماء بوحدو باش تا هو نشعلو فيه العافيه نشوف واش غيتحرق ولا لا. وهاد الثالثه هادي اللي فيها الجي بي تي ار مع الماء هي تجمدات. جربوا هاد المولا الكول دونك نخوي هاد الماء هنايا دوز 48 ساعه واخا ما جمدش شوف واش داك الكول باقي شاد. عشان الثلاجه خلينا نزاب ريحه الكول. ها هو الطرفه ديال الثلج اللي قلت لكم فيه. بسم الله على بركه الله نجربوا. كاش فيه اللون دونك داك الكول مشى للمفعول ديالو بصفه ليا نهائيه ما شدتش فيه العافيه كاع. شوف الورقه تحرقات والعافيه ما شداتش يعني في داك الماء نهائيا. دوز دابا تاني فيها جوبيتر مع الماء هي شوف كيفاش تجمدات ولات طرف واحد. نجربوها تاهي على بركه الله. الثلج هو يبان لكم هنا كيذوب ولكن العافيه ما شداتش فيه. باقي غادي نبدا الاكشن اللي غادي ندير ليه هو شي حاجه كتحرق باش نشوف واش العافيه غتشد في الثلج ولا لا. دونك كنحيدو هذا، هو الثلج غيبان لكم ولا ليموني تحرق واحد شويه. دابا بدات المرحله ديال الاكشن. هاد الثلج هذا ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا جي بي تي لا الكول لا والو. غادي نخوي عليهم واحد شويه دابا ديال شي ماده كتحرق باش الشيء كامل تشوف واش العافيه كتشد في الثلج ولا لا. فوالا هو الشكل ديال الثلج، شوفي واحد الحفره الوسط ها هي لتحت تيرور. غنشد ديك الحفره ديال الوسط هي اللي غنخوي فيها. بسم الله دابا العافيه الى مدى غادي تشد في الثلج. قص واحد شويه الضوء بسم الله على بركه الله نشوفوا الثلج واش غيتحرق او لا. لا ترى الثلج ماشي يتحرق. بسم الله تزقوا هاد الفوطه هادي واحد شويه بسم الله حتى ديك الطفيات عاد ما كتشعل. دابا بقى بقات شاده بعدا في الوسط ورا شدات العافيه في الثلج. شوف والله الا شدات فيه العافيه بالله. ايوا شداك العبد ترى الروينه والعافيه اخويا راه ماشي شدات في الثلج راه هذيك الثلج ما دابش كامل دات فيه العافيه بواحد الشكل اللي هو كبير ولكن راه ما دابش كامل. شوف ولكن نستنجد على الاول خلطوا مثلا الكول مع الماء وكنديروه في المجمد كثلج ما كتشدش فيه العافيه ولكن عاودتي خويتي عليه من الفوق كتشد فيه العافيه غيبان لكم قلت على انكم شدات فيه العافيه. واخا هو عباره عن واحد الماده يعني مكونه من الماء الحاله ديالها الصلبه ولكن هذا ما كيعنيش على انه ما شدتش فيه العافيه. تجربه صراحه صعيبه بزاف. شوف الدخان كيفاش ولا هنا كامل. خدينا منها واحد المجموعه ديال المعلومات ولكن طبيعه الحال كما العاده دائما تجربه كنجربها انا باش تاخذوا المعلومه ولكن انتم ما تجربوهاش. شنو بان لكم طريقه من العمليه اللي قلت لكم ديال العافيه كتشد في الثلج؟ شنو بان لكم واش ناجحه او لا؟ خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق ونشوفكم.